البكتيريا اللي موجوده في الحبايه. زي بتلسع شويه كده عشان هي بتموت البكتيريا اللي تحت الجلد. زي ما انتم شايفين كده يا بنات، الحبوب اللي في وش ندى، معظم البنات في فتره المراهقه بيبقى ده في وشها، والبنات اللي في اعدادي وثانوي والجامعه بسبب نزولنا في الشمس ما بنحطش واقي شمس، فاللي هي الحبوب اللي تحت الجلد دي. فباذن الله هنعمل جلسه اسمها ايه يا نبيل؟ اكنيبيل. فهي هتحسن بقى الحبوب اللي تحت الجلد بقى ايه يعني. هي نرمين هتشرح لكم، بس انا ايه حابه اوريكم ايه وش ندى كده ايه قبل الجلسه. زي ما انتم شايفين اهو وش ندى، هنبدا بقى كده ايه نرمين هتقول الخطوات. اول حاجه عملناها ان احنا غسلنا الوش بغسول مناسب للبشره، مش اي غسول يا جماعه، غسول ان كل بشره ليها غسول معاها مناسب ليها. بعد كده بنحط على البشره صلعين محلول الملح، مجرد تنظيف للبشره عشان نتاكد ان هي ما عليهاش اي ميك اب او عليها اي تراب او اي حاجه من الجو. بالنسبه للاكني تريتمنت في حاجتين، بنستخدم ماده اسمها اكني بيل. الماده دي هي ماده بتقتل البكتيريا اللي موجوده في الحبايه، وفيها مواد بسيطة جدا بنستخدمها عشان تعمل تقشير خفيف للمكان. كمية بسيطة. احنا عندنا اكتر المشاكل في المنطقة دي، وهنمشي على المنطقة دي. في وش ندى علينا. لو حد بقى عنده الوش كامل بنفترض احنا نحط على كل المكان ورمينا الأرض. هي المادة شوية زي بتلسع شوية كده عشان هي بتموت البكتيريا اللي تحت الجلد. الخطوة التانية نحط نفس المادة فوت مرة تانية نفس المكان اللي فيه مشكلة بالنسبة لنا. طيب ممكن احنا بنحط 3 مرات كل مادة، نحط المادة بنحطها لمدة دقيقة، وبعد كده بنحط المرة الرابعة وننتظر 5 دقايق. احنا مش محتاجين نحط 3 مرات، المرتين كفاية بالنسبة لها. نحط مرة كمان وننتظر 5 دقايق، بس دلوقتي هنستنى دقيقة واحدة بقى. دي كده الطبقة الثالثة. دي الطبقة الثالثة والأخيرة، بس هننتظر عليها هنستنى 5 دقايق قبل ما نشيلها ونشيل المادة خالص، لأن تبطل تفاعل مع الجلد، لو استمرت ممكن تعمل لا قدر الله أثر جانبي. فاحنا طيب نشيلها ونتأكد إنها أوريدي اتشالت تماما من على الجلد. بعد ما استنينا 5 دقايق هنعمل ايه؟ هنشيل دلوقتي المادة دي لمادة تانية بتبطل مفعول المادة اللي موجودة بتاعت الأكني بيل عشان ما تقدرش تتفاعل مع البشرة فترة طويلة وتعمل مشاكل في البشرة. كده خلاص، مجرد ما حطينا المادة قطعنا المفعول. هنغسل وشنا أكيد، بس بعد ايه؟ دقايق. دلوقتي احنا هنتكلم عن الموانع اللي هي بعد الجلسة. ممنوع تماما نحط ميك اب، ميه سخنة، مفيش شمس نهائي على قد ما نقدر يا جماعة، بلاش حرارة خالص. يعني لو هنقف في المطبخ كتير قدام حرارة البوتاجاز نحط صن بلوك عشان نفرد المطبخ، بلاش نتعرض لحرارة المطبخ وحرارة البوتاجاز واحنا عاملين حاجة زي كده. مطمئنين قوي نحط صن بلوك، نحاول مفيش نزول لمدة 3 4 ايام في الشمس نهائي. يعني دي حاجه اساسيه عشان خاطر بس يا جماعه ما اكونش قلت حط سمره وانزل، لا هو ممنوع تنزلوا اصلا في الشمس لمده 4 5 ايام نهائي
يعني ممكن بالنسبه للبنات الصغيره ده يتعمل في اجازه الصيف. حلو قوي ان احنا ولا بنروح بقى المدرسه ولا دروس ولا اي حاجه نعملها كده في الاجازه. بالظبط لو في اي ميعاد نادي او ممكن ناخد الميعاد المسائي، بلاش ناخد الميعاد الصبح براحتنا. مثلا من الساعه بعد الساعه 4 ونص كده بيكون الجو هادي واي شمس موجوده تبقى حرارتها خفيفه، مفيش مشكله بالنسبه لنا. نستعمل صن بلوك، اكيد ما يكونش فيه تنت، يعني مش صن بلوك يكون فيه الماده اللي هي زي الفاونديشن، ده ممنوع تماما لانه هيطبع لون غامق على البشره وهيخلي الخلايا هي اللي فيها لون غامق. فهنبعد عنه خالص. هنحط فاونديشن، هنحط صن بلوك اللي هو الابيض الصن بلوك العادي مش اللي هو فيه فاونديشن. دلوقتي حسب حرقان خفيف وشويه مع الوقت كده دقيقتين ده هيبدا الحرقان ده كله ان هو ايه يختفي من البشره. حاجه اساسيه بقى بعد ما بنعمل الجلسة بنحتاج ناخد تابلت لاسين سي 300 كل 12 ساعة لمدة أسبوع، ونستخدم الفيوسيدين مرتين برضه لمدة أسبوع. بعد 10 أيام بنرجع تاني بشوف المكان أخباره إيه، الحبوب بدأت إنها تخف وتقل وبقى حاجات بسيطة أوكي. لا في لسه كام حبايه موجودين زياده ممكن نعمل عليهم جلسه كمان، ما فيش خلاص بنوقف التريتمنت بتاع الاكني بيل وبنبدا نعمل حاجه اسمها درمابان لمجرد بس ان احنا نعمل جلو شويه في البشره وان احنا نشيل اي اثر لحبايه سايبه في الجلد. انا طبيعي جدا لما بنشيل حبوب الحبوب ليها اثر، الاثار موجوده في الجلد وما بتروحش مع الجلسه دي، الجلسه دي بتشيل الحبايه وبتشيل البكتيريا اللي بتعمل حبايه لكن ما بتشيلش اثار الحبوب. فبنعمل جلسه تبع درمابان، ممكن نعمل حاجه وايتنينج، حاجه تفتيح المكان، حاجه نضاره لمجرد ان احنا بس ايه نفتح اماكن الحبوب اللي موجوده وندي للمكان نضاره كده وجلو شويه عشان تحس بالفرق مع بشرتها ان بشرتها نضارت وبقت احسن. ده شكل وش ندى كده بعد اسبوع من الجلسة، تقريبا 50% من الحبوب اختفت. ان شاء الله الاسبوع اللي بعديه هنروح نعمل جلسة تانية ثم ديرما بين. الجلسة عملناها في نرمين سنتر في 6 اكتوبر في ميدان الحصري، هحط لكم رقم للتواصل اسفل الفيديو. طبعا اللي هي جلسة تقشير الحبوب دي بتحسن الحبوب اللي تحت الجلد، والديرما بين باذن الله برضو هتجيب نتيجة. اللي بتعمل الجلسات نرمين صاحبة المركز، هي اخصائية تجميل وعناية بالبشرة، وزي ما قلت لكم هحط لكم رقم للتواصل. وطبعا مش الجلسه دي والديرما بين هي بس اللي يعني ايه بتعالج الحبوب، لازم في روتين بنعمله للبشرة، بنستخدم غسول مناسب لنوع البشرة، بنعمل وقي شمس قبل ما بنخرج، برضو بنعمل الديرما بين جلسة أو جلستين كل سنة. وطبعا بنحاول نبعد عن الأكلات اللي بتزود لنا الحبوب زي الشوكولاتة والمكسرات والحاجات دي. وشكرا لكم.